قال: فإن صبروا وإلا عادوا ثانية وثالثة. ويسن الوقوف بأول المطر، والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم. لو فرضنا الناس استسقوا، والأصل في الاستسقاء أن يكون خارج المساجد في الساحات مثل صلاة العيد، فإذا سقوا الحمد لله يرجعون يحمدون الله على هذه النعمة. ما سقوا، استسقوا ما نزل، يستسقون مرة ثانية ويستسقون مرة ثالثة. والله يحب العبد الملحاح، يلح بالدعاء وينظرون لعل هناك تقصيرا كان يكون الناس لم ترد المظالم إلى أهلها، أو لم يقلعوا عن الذنوب، أو غير ذلك من الأمور. طيب، يستسقون ثانية ويستسقون ثالثة ورابعة حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى. فلا يمتنع الناس من كثرة الاستسقاء وطلب المطر اللي هو الغيث من الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل هذا الغيث فاستحب لهم أنهم يعني يتبركون بهذا الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل حسر عن ذراعيه حتى يصيب المطر ذراعيه، ويقول إنه حديث عهد بربنا، يعني من العلو جاء من السماء أو بأمر الله تبارك وتعالى، يقول إنه حديث عهد بربنا، فيجعله يصيب شيئا من بدنه. طبعا المؤلف وبعض أهل العلم توسعوا في هذا، قالوا يغتسل منه، يتوضأ منه، لم يثبت هذا، لكن لا بأس لو فعل الإنسان ذلك. نعم.